نقاش في أن تعنيف الأسرة أو المرأة هو أمر يثير الغضب بشكل واسع، ولكن ما يثير المزيد من الغضب والاستغراب هو السكوت على هذا التعنيف. نحن نتحدث عن هنا عن حالة واحدة تكشف تفاصيلها لأنها كانت من الترندات في مصر منذ 8 أشهر. لعلكم تتذكرون ذلك الفيديو الذي انتشر منذ 8 أشهر واشتهر بعنوان عروس الإسماعيلية، وهو يوثق عروس يقوم بضرب عروسه يوم الزفاف. دار شجار حينها تداوله رواد السوشيال ميديا بشكل واسع لينتهي الأمر بالصلح واستكمال الزفاف حسب ما أعلنت العروس حينها. لنتابع. يعني انتوا ولاد عم ومفيش اي حد؟ لا لا لا، ولاد عم والدنيا تمام والعصب واحد. هم الكلام اللي قاعد يطلع والعروسه مصابه والعريس في الاسم والكلام اللي قاعد يطلع. عريس كذاب عريس كذاب. بس انت اسمع ليا، عشان اسمع ليا بلاش عارف يا باشا. اسمع ليا، اسمع ليا، ما تسمعش. وبعدين اللي فاكر في حاجه يجاك الحمامه دي اتفضلوا معانا دي. بعد فيديو الصلح وبمرور الوقت نسي الجميع هذه القصة واعتقد أغلبنا أنها مرت مرور الكرام وانتهت، بينما الواقع كان مختلفا. فبعد 8 أشهر قررت العروس التي أصبحت زوجة معنفة أن تقدم شكوى رسمية، فتعنيفها لم ينتهي في الزفاف بل استمر طيلة الفترة الماضية إلى أن فاض بها ولجأت إلى السلطات. وحسب ما أفادت الصحف المحلية تم القبض على الزوج بعدما اتهمته بالاعتداء عليها بالضرب المبرح بشكل متكرر وأنه يحتجزها في المنزل. قصة هذه العروس أثارت تعليقات غاضبة من رواد السوشيال ميديا، وازداد الغضب عندما تم تداول فيديو للعريس منذ حادثة الزفاف وهو يقول فيه بأن ضرب الزوجة هو أمر طبيعي. استشاط غضب النشطاء إلى أقصى حد عندما قالت العروس حين انتشر هذا الفيديو إنها تحب زوجها وأن المشكلة فيها لأنها عصبية وتستفزها، وهو ما كان سبباً في تهافت مئات التعليقات الغاضبة. سنبدأ من علي الذي غرد وقال إنك تضرب الست مصيبة وإنك تشوف ده عادي فالمصيبة أكبر، أما أن الضحية تبقى مقتنعة أن الحق عليها وتستاهل الضرب فهي دي الكارثة الكبرى اللي وصلناها بسبب بعض الفئات الاجتماعية الرجعية. حسام كتب في تغريدة أخرى أمر طبيعي إنه يرجع يضربها بعد اللي حصل يوم الزفاف، اللي يقبل الإهانة مرة يستحمل اللي يجري معها. من يسمي حسابه مصري كتب في تغريدة أخرى أساس العلاقة الزوجية الاحترام المتبادل، وصاحبنا لم يحترمها ولا أهلها وضربها في الشارع، ابن عمها ولا جوزها، الخلاصة أنه أهانها وحط من شأنها أمام الجميع دون اعتبار لكرامتها، واللوم كان عليها كالعادة. أخيرا مريم تساءلت في هذه التغريدة وقالت لولا العيب كنت قلت تستاهل، سكتت ليلة الفرح وسكتت 8 شهور ضرب وحبس في البيت. لا، وكانت بتقول أنه هي اللي غلطانة، كانت سكتة على إيه كل ده؟ مستنية لما يقتلها مثلا؟ لنتحدث أكثر عن هذا الموضوع معنا من القاهرة الاستشارية النفسية دكتورة رشا الجندي. أهلا وسهلا بك دكتورة. سنبدأ من سكوت العروس طوال هذه المدة على ما يحصل لها، ورغم أن بداية الحياة الزوجية لها لم تكن مبشرة بالتفاؤل إلا أنها صمتت وبقيت على هذا النحو ل8 أشهر كاملة، هل برأيك يقع اللوم عليها أم على التقاليد الاجتماعية التي تحاول تفادي الطلاق مقابل أي ثمن؟ أهلا وسهلا بحضرتك وبكل اللي بيشوفونا وبيسمعونا. اللوم يقع على الاثنين، يعني حتى لو التقاليد الاجتماعية حاجة مش مظبوطة أو بتضرني أنا كإنسان اللي ربنا اداني نفسي أمانة، المفروض أنا أقول للتقاليد دي لأ علشان دي بتضرني، لا ضرر ولا ضرار. ففي بنات بقى مش بتكون فاهمة أساساً أن ده ضرر ليها من خلال تربيتها، إلا لما بتوصل بقى المراحل الجامدة جداً زي اللي وصلت لها العروسة دي. ليه مش بيكونوا عارفين؟ علشان هي ممكن وارد، أنا طبعاً ما عملتش دراسة حالة ليها وشفنا تفاصيل حياتها، بس وارد جداً تكون هي متعودة في البيت إن أخوها بيمد إيده عليها أو أبوها بيمد إيده عليها، فطلعت من وهي صغيرة إن هي لما تتعصب أو تنرفز اللي قدامها أو تعمل حاجة غلط عادي جدا يمدوا إيديهم عليها.
فعشان كده هي حتى رددت الكلمة بتاع أنا اللي عصبته. ما هو ماشي انت اللي عصبتيه، بس لو حضرتك متربيه مثلا بطريقه ان حتى لو انا عصبته مش من حق اي حد ان يمد ايده على اي حد، ده احنا بنقول للقانون، بنقول لرجال الشرطه لو لقيت مجرم مش من حقك تضربه، تخيلي حضرتك. فما بالك ان لو واحد يمد ايده على مراته، فدي طبعا الامر اللي وصلنا له ده كان امر متوقع من البدايه. ليه بقى؟ لان في جمله احنا في علم النفس قالها العريس حطينا تحتها مليون خط، وهي ايه؟ دي بنت عمي. يعني هم واخدين في العيله عادي الغلط اتحول عندهم لعادي، دي بنت عمي انا عادي اضربها لو عملت حاجه. نعم. فواضح جدا كمان من ردود افعال اللي حواليها، لان هم لو مش متربيين على الطريقه دي او ده مش عادي في الوسط بتاعهم، كانوا هيعترضوا، كانوا هياخدوا وقفة كبيرة، وكانوا مش هيكملوا غير لما هو يعتذر ويعترف بغلطه. هو حضرتك الكارثة الكبرى اللي شفناها في علم النفس ان لما حصل ده من كذا شهر هو ما طلعش اعترف، يعني ما قالش مثلا انا فعلا غلط، انا خرجت عن شعوري، انا اسف لكل الناس اللي شافت حاجة زي دي اسف، هو ما قالش ده، هو طلع برر اخطائه. فهو طبعا غير مؤهل نفسيا وغير مؤهل فكريا للتعامل مع المرأة أو التعامل وقت الغضب، يعني هو ما بيعرفش يمسك نفسه وقت الغضب، وده نتيجة للتربية. صحيح. خلال تصريح لها ذكرت عروس الإسماعيلية وقائع مرعبة عن حياتها مع زوجها، وأن هذا الزواج كان زواج تقليدي من البداية، وبعدها أصبح تحت التهديد بالسلاح. هل هذه برأيك حالة فردية أو قليلة الحدوث، أم أنها شائعة ويتم التستر عليها بسبب مفاهيم اجتماعية خاطئة ربما؟ بصي حضرتك، هي لو حالة شائعة وكل يوم بتحصل ما كانتش الناس كلها انتفضت ليها كده، فهي موجودة بس مش بالنسبة يعني اللي الناس متخيلها قوي، بس موجودة بنسبة اللي تستاهل مننا الاهتمام، وتستاهل مننا ان احنا نفكر في القانون ونفكر في الوعي للنوعيات دي من البشر. لان في بنات بتخاف، في بنات ما عندهاش احساس بالامان، في بنات اهاليها ما بتاهلهاش نفسيا وفكريا واجتماعيا وتديها القوة، فهي بتحس ان هي الجواز بالنسبة لها هو الحياة وما فيها، فجوزها ده نعم وحاضر وبس، وهي بتحس ان هي لو فقدت جوزها ده او طلقها او راح منها هي هتضيع، لان اهلها او ابوها او اخوها او عيلتها مش عامله لها تقويه نفسيه، فهي بتتعامل على ان جوزها ده اللي بياكلها وبيشربها وبيصرف عليها، وان هي لو هو سابها في اي وقت هي هتضيع، فبيتهيأ لها ان هي بتحبه، ده ما بيبقاش حب. عذرا على المقاطعة دكتورة، ولكن يعني ما الذي أدرانا أن هذه الحالة يعني ليست شائعة؟ هذه العروس مثلا بقيت 8 أشهر ولم يعني تقول ما الذي يحدث معها، هناك ممكن الكثير من الحالات مثلها. ما هو طبعا أنا ما بقولش إن ما فيش حالات كده، أكيد في حالات كتيرة كده. نعم. ولكن أنا المقصد إن الحالات اللي بتوصل لنا إحنا كبشر مش كتيرة، والدليل على كده ما كانتش الناس استغربت قوي كده وطلعت وتفعلوا، والسوشيال ميديا دي ما حصلتش قبل كده، يعني اللي هو نادرا لما بتحصل، مش احنا كل يوم مثلا قاعدين على السوشيال ميديا بنشوف راجل مد ايده على واحدة وده تصور ووصل للناس، ما حصلش، يعني دي من الحالات القليلة اللي حصل. هل في ده في البيوت؟ لا، في ده في البيوت طبعا، طبعا في ده في البيوت، ونسبه الناس اللي محتاجه تتوعى فكريا وتتاهل وتغير طريقه تربيتها للرجل، يعني للولد بالذات وتحكماته في البنت. خدي بالك حضرتك، ده وارد جدا الراجل ده مثلا هو بيمد ايده على مراته عادي وبتهاله انها عادي. نعم. هو اكيد بيمد ايده على اخته، وارد. نعم. يكون بيمد ايده على امه عادي. فلكن اللي بيوصل لنا ايه؟ لا حضرتك شفتي، يعني لو ده عادي في المجتمع ما كانتش الناس انتفضت كده، بالعكس الناس رافضه الحاجات دي. صحيح. كلها. طيب. وكل يوم، وانا انبسطت جدا من التعليقات اللي حضرتك قريتيها من شويه. الزوج بدوره رفع شكوى على زوجته متهما اياها بسرقه الذهب، هل سيعتبر هذا الاتهام كيدي ام ان الزوج يعني لديه فرصه في الافلات من تهم الضرب؟
هو طبعا لازم هيعمل كده، ولازم هيدور لنفسه على حيل شعوريه ولا شعوريه يطلع بيها من الموضوع. ولكن يعني حضرتك اللي يمد ايده مثلا بالشكل ده على مراته مش هيعمل حاجه من الحاجات دي، مش هيتهمها، مش هيتبلى عليها، اكيد ده هيحصل، متوقع ان هو يدور على طرق يطلع بيها من الموضوع. ولكن في النهايه ده دور القانون بقى، حضرتك يعني المتخصص بقى قانوني هو اللي يقدر يقول لنا هل يقدر يطلع من حاجه زي دي. بس انا سمعتها امبارح في احدى البرامج التلفزيونيه كانت على الهوا، وقالت ان هو اتهمها ان هي خدت الذهب من البيت وهربت، وهي كان في كاميرات في الشارع وكانت مصوراها وهو وصلها بنفسه لحد العربية اللي هي ماشية فيها رايحة المكان اللي هي رايحاه. نعم. نعم. فده طبعا يعني ده دليل قوي جدا قانونا معاها يعني. صحيح، شكرا لك، كنت معنا من القاهرة الاستشارية النفسية والاجتماعية دكتورة رشا الجندي.